يعيش فيه امراه واولادا. الوعي الكبير لسكان المدينه أنه هنا بالمناطق النائيه بهدف المحافظه على هذا الموروث الثقافي. مشاهدينا اهلا بكم في هذا العدد من برنامج مراسلون. ريبورتاج بعين تيموشنت يسلط الضوء على ظاهرة الهجرة غير الشرعية وصراع البحث عن مستقبل يعرضه باعة الأوهام، يستغلنا شبابا فاقدا للأمال، في حين وجه آخرون بوصلتهم نحو خدمة الأرض وحصاد ثمارها. بالبليدة الروح الإيجابية لسكان المتيجة سره يقف وراء العناية بالورود، أما بمنطقة مسعد بولاية الجلفة القشابية العتيقة تأبى أن تستسلم للزمن بلونها الوبري البني. أهلا بكم مجددا. وفق دراسات متخصصة في الهجرة غير الشرعية، اتخاذ قرار بقطع البحار عبر قارب له من التناقضات والشجاعة بمكان، ولو أن هذه الشجاعة والعزيمة استغلت لمواجهة اليأس حتما لغيرت من واقع أصحابها، خصوصا وأنهم تمكنوا من جمع الأموال والقيمة التي يشترطها باعة الأوهام لهذه الرحلة، وكان من الممكن أن تشكل رأس مال لإطلاق مشروع استثماري مصغر. سيف الدين بن زردوة في الروبورتاج الذي أعده في شواطئ عين تيموشنت قصتان متوازيتان لفرد بحث عن قوته في أرض وراء الأفق، وآخر عزم على الاسترزاق من خلال غرس شبر في مرمى عينيه. تعود سترات النجاة هاته إلى الشاطئ بينما يغيب أصحابها في انتظار أن يظهر لهم أثر في عرض البحر. شباب يركب قوارب الموت دوريا وهو يحمل أحلاما وطموحات سرعان ما تنكسر وتتحطم فوق هذه الأمواج لتدفن في مقبرة المتوسط قبل الوصول إلى أوروبا. هذه القرى الفلاحية المجاورة للبحر بولاية عين تيموشنت، واحدة من المناطق التي تشهد أكبر نشاط للهجرة السرية. هنا التقينا ياسين الذي راح يقص علينا قصة أخيه المفقود والذي سقط ضحية الأوهام التي تبيعها مافيا البحر للشباب. خويا خرج بتاريخ 24 جويلية 2018، عند سمع عندها أمين اللي خرجوا هو وصحابه، سماهما ربعة شاشرة، كانت معهم بنت على حساب الهضرة الناس، قاش حنا ما شفناش من خرجوا ومن راحوا، ما كانش على بالنا، ما عندناش خبر، كان عندنا خبر ما قدوش خلوه يروح. وخويا السبب اللي سما هجر عليها نقص الخدمة، ما كانش كان ضايع، حنا كان هو كان يحس راه ضايع، قال انا نهجر نمشي نمشي اوروبا ندير لافونير على حساب، راك شايف الاوهام والهضره تاع الناس. عندها اسم 26 25 25، زيد ملي خرج عامين واه، لحد الان ما عندنا حتى خبر. انا نكذبش عليك، خممت بصح كيشت خويا والحاله تاع الوالدين والام مرضت، الام مرضت، الاب ما نحكيلكش في حاله نفسيه. بطلت والله، بطلت خويا، ما نروحش. كون يقولوا لي قاعد يطرح في حاجه هكا، في اخت قاعد تروح توصل، قاعد ما نقدش نخلي الوالده هكا وتبكي ومريضه وكاع، امبوسيبل. كاين ناس حرقوا ما ولاوش، ووالديهم راهم محروقين وراهم مساكن، راهم مسافرين وراهم. كاينين والله. كاين وقيلا ما لقاوهمش كاع. ها؟ ما لقاوهمش والله، ما لقاوهم. راحوا مش عارف وين خرجوا، ما خرجوش، كداهم البحر ربنا يعلم.
الهجرة العائلية عبر قوارب الموت هي اللي راهي الآن المعطى الجديد اللي ربما حقيقة خطير للغاية. وأنا أعتقد أنها حالة إحباط يعني لدى الكثير من العائلات الجزائرية، وين تلقى ربما شباب ثلاثة ولا أربعة ربما بدون شغل، تلقى واحد الاحتقان داخل الأسرة، مشاكل أسرية بين حتى ربما المتزوجين، بين حتى الأبناء المراهقين، وبالتالي ما عدناش أيضا ربما للأسف بنك معطيات عنده علاقة بدراسة الأوضاع الاجتماعية والمادية للأسر الجزائرية. هي قصص تحكي عن مرارة تجرعتها عائلات جراء إقدام أبنائها على الهجرة بهذه الطريقة التي تقف وراءها شبكات مختصة في تهريب البشر والمتاجرة في أرواحهم. كان يرسو قارب نزهة غير مرخص، كان يستغله أعضاء الشبكة في نقل المرشحين للهجرة إلى سواحل غير محروسة ببلدية سيدي يعقوب التابعة لدائرة الملهاصة للانطلاق لاحقا عبر قوارب الموت إلى مصيرهم المجهول. هذا القارب مجهول الهوية ولا يحوز على أي وثيقة، وكانوا يستعملون التمويه، كانوا يتفادون المراقبة الليلية والتضاريس الوعرة للإفلات من المراقبة من المصالح الأمنية. إن كان البعض يرى أن تحسين مستوى معيشته يستحق المخاطرة بالحياة في عرض البحر، فإن البعض الآخر يفضل البقاء هنا ويأبى أن يترك خدمة الأرض التي يراها مصدر قوته، كما يفعل ذلك الشاب محمد. لا جامي جاتني هذه الفكرة في رأسي، قال هتقعد هنا مشوى بين الغالب وتحرق وتخليهم هنا مغموين عليك عليها، بنادم شادي يربح في هذه الدنيا وتريسكي بعمرك وصديق وتوصل صديق وما توصلش. بزاف اللي ضاعوا، بزاف بزاف حرقوا من ايه حرقوا وضاعوا بحرنا، كاين هذا البحر اللي ياكلهم البحر واش سيه ها، وكاين الناس اللي عندهم كيران وعندهم رزقات كبيره وسمحوا هنايا ومشاو اللي ثاني حرقوا وخلوا الفلاح. ويجب على الأقل مؤسسات التشغيل الشبيبة والرياضة، مؤسسات الجمعوية، المؤسسات الدولة اللي تعنى ربما بتوفير مشاريع مصغرة لشبابنا الجزائري، يعني كاين الآن وزارة منتدبة مكلفة بهذا المجال. هذه المؤسسات يجب أنها على الأقل تقترب من شبابنا في مواقع التواصل الاجتماعي، أن الكثير من شبابنا الآن راه ناشط في مواقع التواصل الاجتماعي، على الأقل تبني استراتيجية اتصالية وتستقطب الشباب وتخدم أرضك بخير من اللي تمشي عند أرض الناس. بالنظر إلى زخم يومياتنا ووتيرتها، نحن أحوج ما نكون إلى شيء يدفع فينا طاقة إيجابية. وبمدينة البليدة تنتشر ثقافة العناية بالورود والنباتات ولقت رواجا خاصة هذا العام، تضفي عبقا رونقا وراحة للمعتنين بها، وحفزت كذلك الشباب على فتح المشاتل. من مدينة الوريدة حفصة قاني أعدت هذا الروبورتاج. مناظر تسحر الأبصار، طبيعة خلابة زادها جمالاً وروداً وأزهار، جعلت من البليدة أيقونة العطور العالمية وأكسبها شهرة عبر التاريخ. الناس عندهم التقاليد تاع الورود، كما في الجون، كما في بلايص قدم تاع بليدة مازال الورود. في منطقة البليدة عندنا في الأفوار في الربيعة هنا في البولفار البليدة ساحة التوت، يحب حتى بطروام 3 شهور، يعني الاعتناء بالورود في مدينة البليدة بكثرة. عشنا هنايا، هذه بليدة بلادنا، وكما قالت ربينا فيها عندنا الربيع البليدي، نورمالمون يديروا الورد كذا، كنت جات ايام تاع الكورونا وكذا، الانسان ما دار والو. السوق باب خويخة، باب الزاوية، هذو الاماكن كاع مازالوا عندهم التقاليد تاع البليدة قديمة. حمراك النوط حقيقي، وكحله وتحالي مع الفل فله.
تعددت أنواع وأصناف الورود ونباتات التزيين يسهر عليها هواة مدينة البليدة، حيث تستقطب زائرين من كل حدب وصوب. هذه الخدمة هي هواية من صغر، من اللي كنت صغير وانا نحب شغل نخدم هكذا في الجاردن في النوار ومن بعد كبرنا معاها. دوك عندي واحد 5 سنين وانا هكذا. كاين الزيار، كاين اقبال، كاين اللي يكونوا فاساجي بزاف يجوزوا علينا من هنايا، ما يجوزوا يدخلوا يشيروا علينا ونرحبوا بهم ونوجهوهم الاماكن اللي حبوهم هما وياخذوا راحتهم هنا عندنا ونعطوهم نصائح بيان سور. زعما بار اكزومبل حاجه ماشي ما يعرفوهاش ولا نوروها لهم. هوايه هي يحوسوا، يعني هوايه ما يحوسوش على من جينا بالمال سما شغل سناح، ولينا دائما سما يحوسوا حاجه نحسنوا نحسنوا الصنعه تاعنا. يعني هذه هي هوايه، انا نبغي نكذب عليك وين نروح نخدم نحوس نخدم ابا كيما ما كاش نروح نخدم يعني. من كل جهه جو الحمد لله الله، من كل جهه انوار ربيع شتاء خريف الحمد لله الله الحمد. عندنا صافي دوكا 20 سنة بدينا الهواية هذه، كنا نحبوها من قبل وزلنا كي ولينا نخدمونا زلنا بارسينا فيها، زلنا تعمقنا فيها، ولينا نخدمو ولينا نروح نجيبو سلعة من المشتالات من البيبينيار. كاين دوكا اللي يدخل للدار وكاين كاين دي جون ماشي كاع الناس على حسب المعيشة تاع الواحد، كاين دي جون لازم يكون ساكري عنده الورد بلا السبات المناسبة. حنا معروفين بالورد تاع البليدة ونقعدوا دائما الورد تاع مدينة الورود. لا تخلو أحياء وشوارع مدينة الورود من أزهار ونباتات للتزيين في الشرفات وفي مداخل المنازل، فمعظم البليديين تمسكوا بهذه العادة القديمة المتوارثة عبر الأجيال. ما في البلاد هذه ما كاش دار ما تمشيش فيها الياسمين ولا مسك الليل ولا الصفرجل ولا سياني كما يقولوا لي تراديسيون تاع زمان. انا بيرسونيل هنايا عندي فل حر وعندي فل منق مع الياسمين. الامور تاع الورد في البليدة حاجه ساكري، ما كاش اللي ما يغرش الياسمين ولا سلطان الغابه ولا الفل. في لي بي دو مونطان كيما سيدي كبير، كيما نانا عايشه، كيما الدرداره، كيما الرمل، هذوك مازال فيها ديار قدام تاع تاع تاعنا تاع زمان وسط الدار. وكاين كي تدخلي على باك السقيفه وفيها الدكانه وكذا، مازالوا شي بعض العجايز هما اللي يسبغوا وسط الدار ويسبغوا ويحطوا في الدار. كاين انا المراه هي اللي نايضه على داك الشيء، دايره ان اسباس ودايره محبس. نشروا الورود ومازال عندنا العقليه تاع نشروا الحباق، نشروا قاضيفه، نشروا عادي نورمال. مدينة الورود تسمية أطلقت على البليدة منذ القدم نظرا لأراضيها الخصبة وما تنتجه من ورود وأزهار كانت ولا تزال حلة البيوت وزينتها. حفصة غاني المراسلون. بقدر شهرة البليدة بالورود تشتهر ولاية الجلفة بالقشابية، فبمدينة مسعد زادت ورشات النسيج والخياطة من وتيراتها تحسبا لدنو فصل الشتاء وتحول مؤشر درجات الحرارة نحو الانخفاض. لكن هل ستعرف أسعار القشابية الوبرية الحرة نفس المنحة؟ فهي معروفة بارتفاع سعرها بعض الشيء. الربورتاج لعمر بعلي. بعناية دقيقة تقوم حرائر مسعد بتنقية الصوف من الشوائب كأول خطوة لحياكة قشابية الوبر. المرحلة الأولى من غسل الصوف بالماء ثم تتحول غسل بمادة التنظيف، وبعد الثالثة من المراحل أنه يكون العصر في المعصرة وبعد يتحول من المعصرة للتجفيف. نسج القشابية يتم هنا بهذه الآلة التقليدية. نسدو كنها نطحوني نجوب الخلالة ونقضوا كي نعود نعلو طية نقضوا نحكو بالفردة حسب تاع الخدام ونطلو وبعدها نقلعوها نكملو ستذرع ونقلعو القشابية. كاين اللي طول وتعود وحدها تنسج، كاين اللي طول وكاين اللي يدير التويزه معنا في 60,000 في النهار 9 أيام 10 أيام نحوها. وراء هذا المنتوج ذو الزينة والجمال أنامل تروي عراقة منطقة ولد نايل.
الخياطه والفصالح اللي نحن نديروه، وكل واحد لبسوه الميتراج تاعو اللي لبس سواء في جلابه ولا في البرنوط. هذا ينفع في اي وقت، كاين همه للانسان الجزائري واللبسه نتاع الاباء والاجداد، وكان يتخدم من كانت الناس في الخيم، كان اللباس نتاعهم كل واحد يخدم اللباس نتاعو في الخيمه نتاعو، ويروح للحرفي ينقص له ويريقلو اللبسه نتاعو ويعشي لبسه عادي. هذه راه من وقت الاباء والاجداد الاول. قشبية الوبر داع صيتها ووصلت إلى العالمية بفضل عمي ناجي الذي حافظ على أصالتها وأطفى عليها شيئا من العصرنة. عندي عدة مثلا خرجات خارج الوطن وداخل الوطن في دول أوروبية في الدول العربية، والحمد لله كانت موفقة الحمد لله، ودرنا هذا المحل إن شاء الله بنستقبل أكبر فئة ممكنة من الشباب المسعدي والجلفاوي والجزائري، لأن معروف البرنوس هذا هو الهدية المفضلة في الجزائر. الشبية الوبر رمز أصالة مسعد بالجلفة، والحفاظ عليها يضمن طراء التراث اللامادي للجزائر. إلى هنا نصل لختام عددنا مشاهدينا، موعدنا وإياكم يتجدد الأسبوع القادم، إلى ذلك الحين دمتم في رعاية الله.